إلى شبوة، حيث دعا محافظ المحافظة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة فتح ملفات بشأن جرائم العدوان السعودي في المحافظة. وأكد المحافظ أن مشاهد العدوان على شبوة صادمة وكارثية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مشيرا إلى أن قناعة أبناء اليمن تزداد كل يوم، كما طلب وسائل الإعلام المختلفة إلى ضرورة إطلاع الرأي العام المحلي والعربي والدولي بجرائم العدوان السعودي الغاشم وفضحه، وكشف حقائق كوارثه بحق أبناء شبوة وما ألحقته من أضرار جسيمة بالعديد من المصالح العامة والخاصة.